لبنان أفضل لأن اللبناني يستحق لبنان أفضل، وبالنسبة لنا لبنان أفضل يعني كسروان أفضل، الفتوح أفضل، وجبيل أفضل. بهذه العبارة افتتح العميد شامل روكوس كلمته في إطلاق حملته الانتخابية أمام أهالي كسروان الفتوح وجبيل، وأضاف: زمن الوعود الوهمية ولا وصار وقت الأمل، مؤكدا التزامه بالبقاء قريبا منكم والاستماع إليكم الآن ولاحقا. هدفي معروف، ومثل ما بتعرفوا أنه بوعد وبوفي وبحقق أهدافي. مرة تانية بدعيكم للتكاتف والتعاون، وأنا ملتزم ابقى قريب منكم، اسمع لكم، وهلأ بعدين وبأكد لكم أنه بأي موقع بلاقي حالي فيه لأولويات الحيطية والإنمائية بكسروان وجبال وكل المناطق اللبنانية رح تبقى بالنسبة إلي بالصدارة. ومع أقفال باب الترشيح أصبح عدد المرشحين في دائرة كسروان جبيل كما يلي: 11 مرشحاً للمقعد الشيعي في جبيل، 14 مرشحاً للمقعدين المارونيين في جبيل، 31 مرشحاً لخمسة مقاعد موارنة في كسروان. وفيما لا تزال صورة التحالفات ضبابية، أكد نائب رئيس التيار رومل صابر أن إعلان التحالفات أصبح في خواتيمه. يعني تقريبا صرنا على نهايه، واللوائح الاسماء المرشحين ثابتين راح تنعلن بالمؤتمر اللي عاملينه ب 24 اذار، ويعني صرنا على اخر تقريبا. ان شاء الله خير، راح نفاجئكم. من دافع عن الوطن حدوده كل الوطن، الكلام للسيده كلودين عون روكوز. اللي دافع عن الوطن حدوده كل الوطن، يعني انا كان الرئيس بي يعني كان يمثل كسروان، ولا نهار حسينا انه ممثلين منطقه. كسروان بقلبنا وبنشتغلها صرنا من 2005 ومكملين بهالشيء، واكيد انا بلاقي فخر، يعني فخر لكسروان، وبعتقد لكل لبنان يترشح انسان مثل شامل روكوس. النائب نعم طلّة ابي نصر يؤكد من جهته ان اهالي كسروان احتضنوا العماد ميشيل عون، وليس لدينا غريب بل لبناني او غير لبناني. نحن ما عندنا غريب، نحن عندنا لبناني او مش لبناني، ومواصفات اللبناني منحددها حسب ولائه للوطن وعمله من اجل الوطن. المرشح روجي عزار لفت الى ان هذه اللائحه متنوعه وليس كما اشيع متناقضه. الهدف هو مش نربح واحد باللائحه او اثنين او ثلاثه، الهدف الاساسي هو ان نكون نحن ايد وحده متماسكين لخط سياسي واحد لهدف واحد. وحول تحالف التيار مع حزب الله في منطقة جبيل، أكد النائب سيمو أبي رميا: لا كتير واضحة، معك محسوبك سيمو أبي رميا ومعي زميلي الدكتور وليد خوري. هلأ بعدنا عم بنقاش دائم، بعد عنا وقت لننسج التحالفات ونعلن اللوائح. وفيما يحاول الأطراف إبعاد شبح الخلاف السياسي عن الخلافات التقنية والانتخابية بينهما، فإن الأيام المقبلة ستبلور صورة التحالفات في منطقتي جبيل وكسروان.